يا ناجي يا ناجي مش فيك يا عيالك، ما تجينيش تو سويت يا ناجي. ناجي ناجي كيف العيالك لازم تجي طول انا يا ناجي؟ نكلمك جاوبني يا ناجي. ما نقولش برا في صوتي يعني انا باش تجيني يا ناجي. كيف نكلمك جاوبني يا ناجي؟ تعرف علاش ما هو يا ناجي؟ خاطر انا نحكم لا لا ولا 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 لا دونك سيداتي سادتي مرحبا بكم اليوم في حصتكم المعتادة البرش. ما من راحة من المعنى تمار هذيك تمار البرش اللي يحكي على الممثلين والمخرجين في الساحة الفنية في تونس. كل مرة نقدمه ضيف، اليوم ضيفنا سبيسيال. انت كل حلقة تكون سبيسيال. لا سبيسيال 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 على الاخر معنا هذا اكثر ديجري في سبيسياليتي. اليوم معنا ضيف نازوه برشا ونحبوه في تونس، ممثل كبير نعتبروه، انا بيرسونيلمون نعتبره ممثل كبير برشا. نعمان حمد يعيشك. نعمان شنو احوالك؟ لاباس عليك؟ والله الحمد لله انا كالعاده معناتها لاباس. نعمان بدايه البدايه قبل ما تدخل المعهد العالي للفنون الدراميه في تونس، كان ثم الميولات المسرحية في الليسي في الجامعة؟ اي الميولات هي راهي كانت موجودة بالنسبة لي انا اللي صغير، ما طبتش معناتها في الوقت معناتها وقتاش، لكن اللي نحب معناتها نقوله اللي وانا طفل نلعب معناتها هذاك كان لا 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 الانتوراج مش بمنطق معناتها هو من عائلة فنية وكذا شيء، لكن شاءت الصدف كونوا نحن على خاطر مامتي جابت ثلاثة مسال، أمي وخالتي وخالتي الأخرى، وكل واحدة فيهم جابت عائق. فكان على أمي جابت نعمان، فكان على خالتي الكبيرة معناتها جابت سليم صنيش، وخالتي الأخرى طارق بن عبد الله اللي هو مدير تصوير في السينما. يعني تحب ولا تكره بحكم اللي اكبر مني معناتها في العمر، فك الخطه نتاع تلقى روحك معناتها ديما معاهم، ديما تكتشف معناتها في العالم هذا ولا هما معناتها سابقيني معناتها برشا. بطبيعه نتذكر معناتها وقت في بدايات حتى المسرح المثلث مع حبيب شبيل، معناتها في تاسيس المسرح المثلث اللي كانوا معناتها توا من نخبة من الكبار معناتها تاع المسرح نتاعنا اليوم كيما صباح مزويتا ولا كيما كمال تواتي فتحي الهداوي. فتحي الهداوي كمال تواتي معناتها وبعد خالد كسوري، فمعناتها يجبدوك العباد هذوما معناتها حتى ولو ما تراهمش على المسرح والا مازلت ما تفهمش المسرح ولا، لكن يمسوك بحاجه ولا يبعثوا فيك بحاجه ولا الجو هذاك معناتها يوحيلك بحاجه لين بشويه بشويه معناتها وليت نمشي معناتها معاهم باش نكتشف. الوقت اللي كان توا مدينه الثقافه كان المركز الثقافي نتاع محمد الخامس معناتها غاديكا، حتى معناتها يهزوني باش نتفرج في مسرحيات نتاع اطفال والا باش نشوف حتى دي ريبيتيسيون، بيسكو معناتها ديما مع سليم ومع صباح ومع معناتها الاولاد الكل كنت في الـ في الـ في الـ في الصلاعات معناتها في العطل ولا في الصيف بالاخص ان نشارك معاهم في الاعمال نتاعهم، حتى كنت عرفت في عود نمشي نخدم في حانوت نتاع صبابتي ولا نتاع قهويجي كل نتاع الصيف هذاك كل واحد سيزوني نمشي معاهم باش نخدم ولا باش نضيع الوقت والا اكثر هذا منه كونه نتعلم في الصنعه. كانت معناتها عندي الحظ باش ندخل معناتها المسرح الوطني في ريجيسور معناتها دوبلاتو. فهمت؟ مش امك فكتتك لهنا؟ لا فكتيت روحي واحد واحد فكتتني وقتها حوايج اخرين نمشي ونجي العطار نقضي لكن معناتها وقتها عملتها فما العواده فما اللي كنت فيها ريجيسور دوبلاتو
جنة على الأرض متاع رشيد المناعي. يعني كي تخالط عملت كيف انك معناتها تدخل العالم الاحتراف وتدخله معناتها أكثر من قريب في الريبيتيسيون ولا في تحضيرهم عبيد كيف انك تفهم وانت تتفرج في الريبيتيسيون تفهم معناتها في البلاتو شنو تفهم في الضوء شنو تفهم في فتتحل لك عالم آخر. حتى لين خديت الباك كيف تقول انت خديت الباك تقول شنو باش نعمل ما نجمش نعمل حاجة أخرى بخلاف بخلاف المسرح. فدخلت المعهد العالي للفن المسرحي للتكوين لكني تفاجئت معناتها بال بال الساعة أول ما دخلت نقاها عمار محمد الخامس وقت محمد الخامس في نجدة. أول ما دخلت معناتها عندك المسرح في بدانك حاجة تلقاها معناتها عمار معناتها في بلاص تقرا في بلاص وهذا تكون معناتها شنو الحكاية هذي. ندخل بعد بشوية بشوية على معناتها على المستوى الأكاديمي أو معناتها شنو اللي تتعلمه وإلا شنو هالتشنج اللي تلقاها في وسط المعهد. خاطر بالحق تحس معناتها المشكل ديما كاينهم أول حاجة تغرس صاحب صنعتك عدوك معناتها وإلا فما معناتها من نوع هذايا الطلبة ولا ما بين الطلبة ما بين الأساتذة حتى الأساتذة الدراية الأساتذة أنا فما معناتها فما أساتذة خاطر وقت اللي قاعد نخدم وقتها في المسرح الجامعي أو في حاجات أخرين فهمت معناتها وكل نخدموا في الليل ورغم اللي نجي نقرا معناتها نسكن في الحمدية باش نهبط معناتها من الحمدية باش نقرا 8 كل توصل حتى 8 ونص معناتها نبدا نجري معناتها ما يدخلكش خاطر يقول لك شنو جاي توا بيت برب البارحة وقت اللي هو معناتها كاين سبب معناتها قاعد تخدم في المسرح بيان سور وقت اللي هو اضافه معناتها بالعكس معناتها باش تخدم حاجه اخرى باراليل ما يخليوكش تولي تخدم بالسرقه في المهنه نتاعك يعني معناتها هذيا اللي يقلق اللي كاين معناتها ما نعممش ياثر ما نعممش برشا لكن كنا معناتها نخدم في المسرح الجامعي عملنا معناتها بعض المحاولات في اليسار معناتها حتىش العام تخرج نتاعي عام 95 اللي كانت الدعوه من عند فاضل الجعابي باش نقدموا مسرحيه تاع شيخ المقهى المهجور وهذا معناتها اول عام عمل كممثل معناتها محترم في عام الاحتراف كوني ندخل ولو انه كان عطى على كل عاده حساب العام الاخراني كتريمانيه نتاعي معناتها نتاع تخرج يعني عندك مشروع وعندك نبرر مدة 6 ساعات مع فاضل ويزمك تقدم المشروع وتقرا والميموار والبروجي فان دي معناتها كان فما عركة معناتها كبيرة برشا باش واحد خرج منها حتى بالشهادة نتاعو من شيرة وبعمل اللي هو عشاق المقهى المهجور اللي الحمد لله معناتها قعد حاجة معناتها قعد إلى اليوم ريفيرونس معناتها كانت علاقه معتها تتعاون معتها برشا باش واحد ينطلق ثم معتها من غاديك من غاديك بدا الاجواء الاجواء بطبيعه مع سنين في سفر في برشا معتها مسرح اخرين كيما رقصه الموت او كيما صف او مع نور الدين العادي عيشه حلوه ومن بعد خدمنا حتى في المسرح معتها مش كممثل لما كان كيف خذا المقر نتاع نجمة شمير كنا معناتها للبرمجه نتاعو يعني كنت مش ممثل اكهو التمثيل معناتها حاجه هذيك ليسونسيال واحد لكن الاخر اللي نعمل فيها على خاطر نمن اللي ما تنجمش تكون ممثل فقط فلا بد ان يستجيب القدر ولا بد لليل ان ينجلي ولا بد للقيد ان ينكسر غلط برشا لو كان نفكروا اللي كنا قبل ما نش نقدموا في مسرح واليوم باش نعملوا مسرح فتحلت البيبان باش نحكي فهل انه كنا ما معناتها ما عندناش مستوى بتاع مسرح راقي بشهاده البودل العربي حتى ولو العربيه هكا ديما يبندوا باه سيدي خلي العربية على شيخ أي البلدان الأوروبية اللي كنا قدمنا عروض معناتها ويشهدوا معناتها في المسرح معناتها من أحسن المسارح العربية والعالمية معناتها عنا عناد معناتها اللي ماشي بريداء معناتها شنو ما كانش عنا هذايا علاش كان عنا على خاطر مش كانت فما لجنة التوجيه في حد ذاتها
على خاطر كان فما جدار يلزمنا نفكروا كيفاش نقفزوا منه. فوالا يعني كيف يقول لك انت ما تحكيش على الحاجه هذيك، احنا باش نحكيوا عليها، فباش تلقى السبل باش تبدا تلوج في لغه اخرى، في منطق اخر، في رؤيه اخرى او زاويه اخرى، باش تحكي على الممنوع فهمت بطريقه اخرى. فوالا هنا يجي الابداع. بيان سور هذا مو سهل، تلوج باش تلقى خطاب اخر، تلوج باش تلقى رؤيه اخرى. فكان مع تحافظ عند الفنانين تتنحى لجنه التوجيه، اوب تولي نسخته الفنون البشرتيه، الحريه بتاع المبشرتيه بدور ولا هاكا اللي نسمعوا في القهوه يتقال، واللي في الشارع يتقال، واللي في التلفزه نسمعوا هاكا يتحط، وكل معناتها ما عادش عنده حتى شكل فني، ما عادش عنده حدود، ولا حدود اخلاقي ولا فني ولا فا العوده ما عادش فما ابداع. يلزم معناتها مش لوتو سانسور، سي با لوتو سانسور، يلزمني كيف نقول انا باش نقول شيء هذايا، هل هو معناتها هذايا معناتها الحد الاقصى نتاعي، ما نجمش نقوله بطريقه اخرى، معناتها ما نكحوش لرواحنا، مانيش مش نسنسر روحي خاطر شنو باش نقول ديكاج، معناتها باش نقولوا خاطر توا ثوره قالت لنا باش نسبوا حكومه ولا باش نسبوا الاشخاص ولا مش هذا الفن، مش هذا معناتها الفن في معاش للوسون حتى ولو كنا نحكيه، معناتها نص معناتها موجود عنده، قداش تنجم تعاود تكتبه اوترومون، معناتها حتى كي باش تغير اشياء بسيطه، باش تحكي على دكتاتوريه، معناتها باش تحكي على دكتاتور، فهمت، ما غير ما تقول راهو دكتاتور، ما غير ما تقول معناتها الوضع تاع تونس اليوم، هالعلاقه هذيا هالافقيه ما بين استاذ وتلميذ، ولا ما بين سياسي وشعب، ما بين سي 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 سا، هذه هي القراءه معناتها الاخرى اللي تخرج بتزيدها من روحك، تزيدها من حاجات بحكم كون وضع ما نعيشوا فيه اليوم. مش لازم نسطر، نحط انا ترى شنو ونحط واحد باش نقول راهو هنا بيت، وين الفن معناتها وين ال ما نقولش برا في صوتي انا باش تجيني يا ناشي، تعرف علاش ما هو يا ناشي؟ على خاطرني انا هو الكل هنا يا ناشي، انا هو الكل هنا، انا اللي نحكم هنا، نحكم لهنا ولهنا 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 انا هو الكل انا يا ناشي، وما عادش عارفني ما تعرفنيش، نكره المعارضه انا يا ناشي، انا اللي نحكم انا. انا ندعو معناتها الجميع معناتها الفرق المسرحيه ومعناتها الاعمال اللي قاعده تصير، معناتها يفو با معناتها طومبيس معناتها في البياج هذايا نتاع هكا نجمو نقولوا اي ما كيفاش اي يلزمنا اليوم نلقاو حريه عند متحره اكثر من حريه الشارع، من حريه القهوه، حريه نوع اخر من الحريه زي القهوه، من غير ما نتيحوا في المباشرتيه ومن غير ما نتيحوا في التسانسير نتاع المبدا. اي نعمان باش ولا تحب ترجع تحب تبدل لك باه باش شونج عرفت حتى هذيك راه نشوفها هجوم على المثقفين، على المهرجانات، على العروض المسرحيه، على الفنانين، محمد المسؤولية كاهنة المسائل وزير الثقافة. نحن فلسطين تونس، مع الثقافة تونس هي فلسطين متاع تونس. معناش ثقافة الحوار، نسمعك تسمعني دائرة ومسرح. خاطر بعد الثورة لا يقصى الفن والثقافة، بالعكس أكيد يقدموه باش يكون هو تاج